نمضي مباشرة إلى صحيفة الجريدة ومنها نطالع زاوية بلا حدود للكاتبة هنا دي الصديقة التي جاءت هذه المرة بعنوان مواكب بالوكالة. تبتدر أستاذة هنادي الصديق هذه الزاوية بهذه الطرفة الدارجة. واحد من أولاد القرى البعيدة شايل ويكا وحايم بيها في شوارع الخرطوم، وطول ما هو ماشي بينادي على صوته الويكا الويكا الويكا، فسمعوا واحد من حناكيش الخرطوم ومن فوق البلكونة قال له الناس طلعت القمر انت لسه في الويكا؟ ببساطة القروي رد للولد أبوك طلع معهم؟ قال له لا لا. أمك طلعت معهم؟ قال له لا لا. خالك طلع معهم؟ قال له لا لا. البايع رجع يكورك الويكا الويكا. وتقارب الكاتبة بين الطرفة والواقع فتقول القصة مهداة للكيزان الواقفين مع الكيزان رغم علمهم التام بتدميرهم الوطن طوال 30 عاما كاملة، ومعها طوال الأسئلة بتاعة صاحبنا القروي ولدك بيجرى برا مع أولادهم وبناتهم؟ أكيد لا لا. مرتك بتتسوق مع نسوان في تركيا ودبي؟ أكيد لا لا. بيتك في كافوري ولا المنشية أو ماليزيا؟ أكيد لا لا. عندك زي شركاتهم ومزارعهم وأراضيهم وممتلكاتهم؟ أكيد لا لا. بتقضي إجازتك وأولادك في دول العالم الأول؟ أكيد لا لا. عندك زي رصيدهم في البنوك؟ أكيد لا لا. أها الويكا الويكا. تتابع الكاتبة الجماعة اللي بيبهدلوا في روحهم كل يوم والتاني بالمواكب اللي بتكشف في حالهم محتاجين يراجعوا روحهم شوية ويتفكروا في قصة أخونا بتاع الويكا ده، احتمال يلقوا روحهم واقعين بقد القفة وما لهم من الطيبات نصيب عشان يوقفوا قصة كل يوم ذلة وإهانة ومهانة مرة من ناس الشرطة ومرة من شفع المقاومة، لأنه ذلة الكبر ما في لها لازمة. تتساءل كذلك هل اطلعوا ديل نفسهم ماشين يحاكوا المواطنين الشرفاء اللي وضعوا حد لمسخرة البشير وأعوانه ويعتصموا في ساحة القيادة عشان يفوضوا الجيش يقلب عليهم حكومة حمدوك؟ هل ديل نفسهم طلعوا مواكب زمان عشان توقف فساد ناسهم ولا تمنع بيع الأراضي والبترول والذهب والمتاجرة في الدولار، ولا ما كانوا شايفين الفساد زمان وشافوه يا داب هسي؟ تواصلوا الكاتبة. ولا هم شايفين روحهم أقل منهم فعلا وديلك بيستحقوا القصور المنيفة والطيبات من المأكولات والحساب من النساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وهم بيستحقوا الفقر والسكن في بيوت الإيجار والشلهة والجرورة من دكان والمرتب ما فايت حلة الملاح؟ تردف الكاتبة والشريعة اللي بتباكوا على عدم تطبيقها هسي هي كانت مطبقة زمان وهسي حمدوك لغاها ولا منع تطبيقها ولا أساسا كانت مغيبة عن قصد؟ تقول الكاتبة منو فيهم وقف وقال لعمر البشير ولا علي عثمان ولا أخوان البشير عيب عليكم اللي بتعملوا فيه ده وربنا بيسألكم من حقنا؟ تختم حنادي لو قدروا يجاوبوا على الأسئلة دي يبقى يستحقوا الويكة والكسرة ومعها رغيفة كمان.